للتعاون. شوف حجم الضغط المتواصل من التعاون في النصف الأول من مشوار شوط المباراة الأول. الكرة تلعب إلى توامبا، القرار بهدف. نعم، الله عليك يا توامبا. توامبا يسجل هدف أول في صالح التعاون. توامبا استدارة رائعة يا مجنون يا توامبا، لاعب هداف لاعب هداف. شوف الكرة مرة ثانية اللي وصلت لي توامبا، أخذ معتزها وساوي في ظهره ومضى وراح وسجل هدف. أثبت صحة وسلامة هدف توامبا. هذه اللقطة أمامك مرة أخرى لكرة توامبا، واللقطة بتقنية الفيديو يبدو أنه بالفعل الكرة وصلت إلى مرمى النادي الأهلي. دخل أنه هناك مشاكل دفاعية كان يعانيها الأهلي قبل البطولة الآسيوية في مسابقة الدوري، وأنه أكثر ما يخشاه على الأهلي هي الهفوات الدفاعية، مثل ما حدث حينما نجح توامبا في تجاوز معتز هوساوي وتسجيل الهدف الأول. الكرة ملعوبة، تعطيك انطباع كبير جدا كرة مدريد بأنه لم يعد ينتظر الكثير بالنسبة للحالة الجماعية بالنسبة للأهلي، لذلك ذهب بمجهود فردي بالأمام. الكرة اللعب في صالح الأهلي، تمريرة إلى سلمان مؤشر، وسلمان الله 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 الله، هدف رائع من سلمان مؤشر. الكرة اجتاز فيها كاسيو أنغوس، وقبل نهاية شوط المباراة الأول على الرايق على الرايق سلمان مؤشر يعود بالأهلي مرة أخرى في المباراة بهدف تعادل. يا سلام يا سلمان، رائع يا سلمان. شوف الكرة من جديد، المحاولة والتمريرة إلى سلمان مؤشر، وسلمان يا سلمان، سلمان مؤشر يسجل هدف التعادل. أعاد الأهلي مرة أخرى في المباراة بهذه اللقطة، استحواذ جيد على الكرة ثم انطلاقة وتسديدة وهدف تعادل في أروع ما يكون بهذه اللقطة. سلمان مؤشر أعاد فريقه مرة أخرى بالمباراة ليعود الأهلي من جديد إلى هدف التعادل وإلى نقطة البداية. إذن الأهلي يتمكن من العودة مع الحرب اللي يعطي الإذن لروميرو، هدف ثاني للذئاب. الذئاب تعوي مرة ثانية في المباراة. أليخاندرو روميرو يسجل الثاني في المواجهة من نقطة الجزاء. الله على الأهلي، الله على التعاون، الله على التعاون اللي سجل الهدف الثاني الآن في مرمى الأهلي. شوف الكرة من أليخاندرو روميرو، وضع الكرة بكل ثقة على يمين حارس المرمى الرباعي ليضيف هدف ثاني لصالح الذئاب. الذئاب عادت ورجعت مرة ثانية تعوي من جديد في المباراة بهدف ثاني سجل أليخاندرو روميرو. روميرو يضيف الهدف الثاني، يعود أنغوس، وسلمان يعطي الحكم الإذن لتنفيذ ركلة الجزاء، وسلمان مؤشر الهدف الثاني للأهلي. سلمان مؤشر يقوم بدور الهجومي على أكمل وجه في هذه المباراة، أفضل خلف لعمر السومة. سلمان مؤشر اللي يعود بالأهلي بالهدف الثاني من نقطة الجزاء، هدف ثاني لصالح النادي الأهلي من سلمان مؤشر. أصبحت النتيجة 2-2 والأهلي يعود في المباراة، والأهلي يعود في وقت مهم بالنسبة له، وقت رائع بالنسبة له، لأن أصبح الآن عند نتيجة التعادل 2-2 في المباراة، وأصبح يلعب بأفضلية لاعب عن خصم التعاون الآن فيما تبقى من زمن شوط الأهلي في منطقة الجزاء، مع تراجع بالكامل. الكرة بالرأس، الله، جول. التعاون يسجل الثالث، والذيب إلى منة عوى جاوبه ذيب. التعاون يسجل الهدف الثالث في المباراة، رأسية رائعة جداً.
يخطف التعاون ويسجل معها الهدف الثالث رغم الأفضلية العددية بالنسبة للاعبين الأهلي في منطقة الجزاء، إلا أن تمكن التعاون من خطف الكرة وتسجيل الهدف الثالث. شوف الكرة من أحمد عسيري، عسيري يسجل الهدف الثالث، صارت ثلاثة 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 للتعاون. التعاون يتفوق على الأهلي حتى بعشر لاعبين، يتفوق في المباراة. الرغبة والجموح في البقاء بين الأربعة الأوائل يدفع التعاون لتسجيل الهدف الثالث في وقت قاتل بالمباراة من الشوط الثاني في المواجهة. الأهلي يقاتل الزمن بحثا عن التعديل. الكرة ملعوبة لهيثم عسيري، مقطوعة من هيثم عسيري بواسطة سانتوس اللي يلعب كرة لسيدريك أميسي. سيدريك لتوامبا، توامبا بخبرته يحاول الحفاظ على الكرة بل أن تجاوز المدافعين. توامبا، توامبا مع الكرة يلعبها عرضية بعرض الملعب إلى النمر. النمر 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 في وسط الذهاب يسجل الهدف الرابع. أربعة 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 أربعة، والتعاون مع أربعة مع أربعة في ليلة جميلة. السكري يتألق وتوامبا تألق، أي تألق يا توامبا؟ توامبا عدى وصلح كرة وسجل على النمر هدف رابع، هدف رابع على النمر لصالح التعاون. التعاون يتألق ويتفوق على ظروف النقص ويضيف الهدف الرابع في المباراة. هدف مثالي، هدف خرافي في توقيت خرافي، وكان خلفه لاعب خرافي يدعى توامبا. شوف الكرة من توامبا، الله عليك يا توامبا، وعلي النمر حطها بكل روقان وسجل الهدف الرابع، ختم في مشوار المباراة وأحداث هذه الليلة. التعاون يتفوق برباعية ويؤكد على كلام الزميل بدر حقباني بأفضلية التعاون في مباراة الليلة في شوط